السلام عليكم أعزائي المتابعين. في الفيديو النهاردة هنتعرف مع بعضنا إن احنا إزاي نسطر ورقة الورد بتاعتنا، نخليها زي ما احنا شايفين كده بخطوات بسيطة وسهلة. تعالوا نشوف وهنعملها إزاي مع بعض. أول حاجة بنعملها إن احنا بنفتح طبعا ملف الورد بتاعنا، وأول خطوة بعد كده بنعملها إن احنا بنروح على قائمة إدراج. من قائمة الدرايف بنخش على جدول، ومن هنا من جدول بنختار جدول عبارة عن عمودين وأربع مثلا صفوف أي مثال، وبنروح هنا مثلا بعد كده على تخطيط الصفحة، بنروح على تخطيط الصفحة وبنضغط على السهم الصغير اللي هنا، بيدينا هنا ايه صفحة اللي هي الإعدادات، إعدادات الصفحة بتاعتي. بنخلي الهوامش بتاعتنا على كل الاتجاهات علامة، هنعملها نص، خليها علامة نص، ونضغط على زرار التاب او ننتقل من الايمن والايسر والاسفل والاعلى، برضو نعملها ايه نص، نعملها ايه نص، الا اللي هو الايمن، الاتجاه الايمن ده بنعمله 6، ونخليه ايه 6 عشان نشوف ايه اللي هيحصل معانا. بننتقل لهنا ونعملها ايه 6، نضغط موافق، تلاقي الجدول بتاعنا طلع معانا فوق عادي، بتشد زي كده. تاني حاجة بتيجي هنا للجدول، بتظلل الجدول بتاعك وتروح على قائمة التخطيط هنا، تضغط عليها، تيجي عند العرض، تفضل تزود هنا، تزود هنا العرض بتاعك لغاية ما ياخد الصفحة ايه بعد الصفحة كلها. تمام، جينا هنا خلصنا دي. تاني حاجة بتروح عليها هنا الصفحة الرئيسية، بتخلي حجم الخط بتاعك في اللي هتكتب بيه مثلا 16 على كامل الجدول، يعني تظلله كله وتخلي كل الخط بتاعك 16. تمام، وانت برضو مظلل الجدول بتروح على هنا على الصفحة الرئيسية زي ما انت، تقف هنا عند السهم الصغير هنا واللي هو هتلاقيه هنا بتاعت الحدود، حد سفلي لا، انا هعملها هنا حاجة اسمها بلا حدود، وزي ما احنا برضو مظللين، او لو التظليل راحت هتظلل الجدول بتاعك من المؤشر بتاعه، وتعمل هنا حدود داخلية، حدود داخلية. بص لاحظنا ان الجدول بتاعنا ايه الحدود الخارجية بتاعته راحت، اتبقت الحدود الداخلية. العمود ده هنشده نحطه هنا. تمام، ونيجي هنا بزرار التاب اللي في الكيبورد، هنضغط عليه لما نوصل لنهاية الصفحة، لما نعمل الصفحة بتاعتنا كلها نسطر، تسطر كامل الصفحة بتاعتك. تمام، طيب نيجي هنا مثلا عايزين نبدأ نشتغل، هنلون الحد العمود الفاصل ده، نعمله لون مختلف، بظلله كده، وبروح على هنا الحدود برضو، بختارش هنا حاجة، بختار هنا بنزل على آخر واحدة حدود وتظليل وبضغط عليها. هنا بتلاقي اللون اهو، هنا خانة اللون دي خليها مثلا أحمر، وهنا العرض بتخليه كام، العرض هنا بنخليه 2.25، 2.25. تمام، وبنضغط هنا نعلم احنا عايزين نلون ايه بالاحمر، بنضغط له زي كده ونعمل موافق، نبص شايف المنظر معانا عامل ازاي. طيب لسه برضو عايزين نظلل دي كمان، نخليها حمرة، نروح على نفس اللي احنا عملناه، حدود، حدود تظليل، تيجي على دي، تختار دي، تختار العلامة دي. تمام، وكده نفس الكلام، موافق، عملناها. هنا طبعا لو احنا عايزين نلون الصفوف، بقية الصفوف، او لو هنا بس استنى نشوف دي، نزود المسافة، نزود المسافة البادئة اللي هنا، هنا نخلي الارتفاع عشان يبقى زي الكراسة بالظبط، زودنا من هنا. تمام، ونيجي هنا مثلا لو عايزين نغير لون الصفوف، لون الخطوط دي، بنظللها كلها، بنظللها كلها، وبرضو نفس الكلام من نفس المكان ده، نروح على حدود وتظليل، وبنختار من هنا لو عايزين نغير اللون طبعا، نغير لون، نخلي اللون ده عشان يبقى باين، وبنختار له، بنعلم على الخطوط اللي في النص دي. تمام، وهنا بس دي مهمة ان احنا بنعملها هنا نص، نضغط موافق،
هي كده بقت معانا جاهزة للكتابة. تعال نمسح الذين تحت دول. لو انا هنا مثلا عايز افضل المسافة المكان ده، لو انا عايز افضل المكان ده اكتب فيه مثلا ملاحظات ولا حاجة، بروح على برضه نفس الكلام حدود تظليل، اعملها هنا بلا ماشي، بس بضغط له هنا ان انا عايز دول يكونوا زي ما هم بلونهم الاحمر. خلي لي دول زي ما هم عشان احافظ على الخطوط بتاعت اللي انا عملتها. بس تكتب هنا ملاحظات، تكتب اي حاجة، وهنا نبدأ نكتب اي نص بتاعك. مثلا عايز تنتقل يا اما بالمؤشر بتاع الماوس يا اما بالاسهم تنزل تحت. بالمؤشر بتاعك بتتحرك بين الخلايا بتاعتك. طبعا هو كأنه جدول بس احنا عملناه استخدمناه استخدام تسطير. تبدأ بقى تشتغل على الجدول بتاعك، تنسق زي ما انت عايز فيه، تغير الخط، تغير نوع الخط، حجمه، شكله، براحتك خالص كأنك بتعامل عادي. انت عاملها كأنها مثلا ورقة تسطرها تشتغل عليها، الموضوع بسيط خالص. وهنا ممكن تكتب اي ملاحظات مثلا، تبدأ تكتب عليها. طبعا الطبعة تكتب هنا بره ملاحظاتك، تكتب محاضراتك، تكتب اللي انت عايزه هنا في بتاعك. لو انت مدرس بتحضر درسك انت ممكن تكتب، تستغل طبعا هنا وتكتب اي حاجة اللي انت عايزه. بس لغاية كده يكون احنا عرفنا ازاي بنسطر ورقة البورد. وياريت لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتدعمنا بلايك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.